بسم الله. الريفت بيوفر لي لو انا برسم السلالم مكونات جاهزة على شكل مثلا حاجات زي حرف ال L مثلا، تمام. مديني اهو السلم اهوت، مديني برضو ميرور بريفيو بيعكس للسلم بحيث ان انا احدد من ليفل واحد مثلا لليفل اتنين مثلا، فهو بيبدأ يحسب ويعدل للسلم اهو. تقدر تلغي الميرور يعني في برضو ان انت عايز اللوكيشن اللي انت تحط منه، هل انت عايزه مثلا من سنتر ولا من ليفت. انت ممكن تحط هنا من النقطة اللي في النص، لو انت عندك مثلا نقطة محددة ترسم منها او تخليها من اليمين او من الشمال زي ما انت عايز. عايز يعمل لك لاندنج ولا مش عايز، تقدر تشيل العلامة ديت. الميرور يبدأ يعكس لك الشغل لو انت حابب. برضو عندي حرف نقدر نقول اليو شكل جاهز اهوت، تمام. وبعد ما بتنزله ممكن تقول له كونفيرت وتروح محوله لسكتش وتعدل فيه زي ما انت عايز. وما ننساش بعد ما نرسم السلم نبقى نعمل اوبننج او شافت، او شافت للفلور. انا اقول له شافت واشوف بقى حدود الشافت بتاعي ايه، بحيث ان هو لو في اي فلور او في ارضية او في سقف يبدأ يفتح فيها، بحيث ما فوجئش أثناء التصميم ان انا نسيت ان انا اعملها.